السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا إخواني في فيديو سابق اختبار نسبة التحمل الكاليفورني، وشرحنا كيفية إنجاز الفحص بداية من اختصار النموذج وتهيئة العينات. طبعا ممكن الاطلاع على كافة التفاصيل من الموجودة في صندوق الوصف، يعني بالإمكان الاطلاع على الفحص بالفيديو، وكذلك الاطلاع على تفاصيل الفيديو من خلال التوقيتات مع شرح تفصيلي لكل توقيت، إذ مقسم إلى فصول يمكن متابعتها. بعد عملية الفحص المثبتة في الفيديو والتفاصيل المثبتة في صندوق الوصف، سوف نستحصل على هذه البيانات، بيانات لثلاثة قوالب، حيث تم طرق ثلاثة قوالب، 1 و2 و5. كل قالب يتم تقسيمه إلى 5 طبقات، كل طبقة تطرق بعدد محدد ومعين من الطبقات. فالقالب الأول تم طرق كل طبقة فيه ب10 طبقات، أما القالب الثاني فتم طرقه ب25 طرقة ل5 طبقات أيضا. القالب الثالث تم طرقه 56 طرقة لكل قالب. الغرض من هذه العملية هو الحصول على كثافات مختلفة، يعني تبدأ من الكثافة الأقل إلى لعدد طرقات 10 إلى الكثافة متوسطة عند قالب بعدد طرقات 25 طرقة، وأما القالب الأخير ذو 56 طرقة راح تكون كثافته أعلى، لأنه كل ما زاد عدد الطرقات كلما زادت الكثافة. طبعا راح نأخذ أيضا محتوى رطوبة، بعد ذلك نغمر هذه القوالب في الماء إذا تطلب أو ذكر بطلب الفحص، عندئذ يغمر، وإلا إذا لم يطلب بكتاب طلب الفحص، أو أنه الفحص كان يتطلب إجراء الفحص على العينات الجافة، عندئذ لا يتطلب الغمر. بعد ذلك يتم إجراء الفحص على القوالب الثلاثة باستخدام جهاز فحص السي بي آر. هذا هو البستن، هذا هو المكبس، حيث ترتفع قاعدة الجهاز إلى الأعلى ليتم الاختراق بوسط هذا البستن، وهذا الـ LVDT سوف يقرأ مقدار الإزاحة الطولية التي تحدث في القالب. عندئذ سوف تظهر القراءة لود مقابل كل اختراق بالمليم لتظهر بهذا الشكل. فمن المعلومات والبيانات التي سوف نستحصل عليها من الفحص هو مقدار الاختراق، اللود للقالب رقم 10، واللود للقالب 25، واللود للقالب 56 طرقة. كذلك يجب الحصول على معلومات الكثافة الجافة العظمى الماكسيمم دراي دينسيتي والأوبتيمم موستشر كونتنت، إضافة إلى البستن أريا. البستن هو عبارة عن هذه الأسطوانة المعدنية التي تخترق القالب أثناء الفحص. من المعلومات التي سوف نستحصل عليها أيضا هو حجم القالب ووزن العينة التي تملأ القالب، بالإضافة إلى وزن القالب كذلك وزن القالب وهو فارغ. أيضا ضروري جدا أن نجمع محتوى الرطوبة كل قالب، فنأخذ الوزن الرطب للعينة ثم تجفف في فرن التجفيف ونحصل على الوزن الجاف. زين، العملية الأولى حتى نباشر بعملية إيجاد نتيجة التحمل الكاليفورني للعينة ككل باستخدام النتائج الثلاث، هو أن نقوم بتحويل اللود إلى الستريس. طبعا عندنا هنا مساحة البستن، إذا ما كانت المساحة مطاط يمكن الحصول على مساحة البستن من خلال حساب قطر هذا القضيب المعدني أو البستن، ثم تقسيمه على 2 حتى نحصل على نصف القطر اللي يمثل R سكوير في باي راح يمثل مساحة البستن بهذه البساطة. إذن نقوم بتقسيم اللود على البستن حتى نوجد الستريس عند كل اختراق لكل قالب، وكما يلي:
لاحظ انه حصلنا هنا، وهنا كل قراءة هو عبارة عن اللود على 1935 ملم تربيع. فالقراءة هنا بالنيوتن، نيوتن على مليمتر مربع راح تكون وحدات الستريس بالميجا باسكال، وهذا القوالب الثلاثة. الخطوة الثانية هو رسم العلاقة بين الاختراق من البنتريشن وبين الستريس، وكما يلي: أولا نقوم بالتظليل، ثم بتظليل أولا البنتريشن، نضغط على كنترول، بعد ذلك كليك أيسر ونظلل الستريس للبيانات اللي نريد رسمها، ثم نذهب إلى insert charts، نضغط على charts، نختار السكتر بهذا هذا الشكل، راح يطلع لنا راح نوجد هذا الرسم بالنسبة لرسم العلاقة البنتريشن ستريس للقالب رقم 10. طبعا هنا راح تظهر عندنا النقاط، نضغط على علامة الزائد حتى تطلع لنا chart elements، زين، ونذهب للترند لاينز حتى نوصل بين هذه النقاط بأفضل شكل ممكن. طبعا شكل العلاقة النموذجية بين البنتريشن والستريس هو يكون على شكل كيرف وليس على شكل خطي. طبعا هذه المواصفة 1883 نلاحظ أنه عبارة عن كيرف، جيد. إذن نضغط دبل كليك على الترند لاين ونظهر الار سكوير حتى نحصل. طبعا قيمة الار سكوير هنا، كل ما اقتربت قيمة الار سكوير من الواحد كل ما كان الفت هو افضل. احنا نحاول نحصل على البيست فيتنج، فكل ما كانت قيمة الار سكوير اقرب الى الواحد كل ما كان الفت ادق. اذا نحاول هنا، لاحظنا انه شكل النموذجي ليس عبارة عن خط مستقيم، لذلك دبل كليك على هذا الخط المنقط حتى تظهر لنا هذه الاعدادات، تضغط على البولينوميال. اذا لاحظ قيمة الار سكوير سوف تبدأ بالتغير. اكثر دقة ممكن الحصول عليه هو باستخدام معادلة من الدرجة السادسة. نقوم بعد ذلك نكبر الشكل، نسحب هنا، نقوم بتكبير الشكل. طبعا حتى نكبر الشكل ويكون اوضح ننقل الشكل الى النيو شيت. نرجع خطوه، كليك ايمن، موف تشارت، نيو شيت، اوكي، كبر عندنا الشكل. طبعا حتى نقوم بالتحديد ممكن انه نغير بالسكيل بحيث يكون مناسب اكثر، ممكن نغير هو ماشي هنا تدريجتين 0 2 4، ممكن نخلي 1، اوكي، صار هنا تدريجات 1 2 3 4. طبعا ممكن انه السكيل نكبر الحجم مالته، نغير اللون حتى يكون اسود واضح، نسوي بولد، اوكي. كذلك بالنسبة للواي اكسس نقوم ايضا بالتظليل عليه، نغير اللون بولد، ممكن نكبر، ممكن نصغر، ممكن حتى نغير بلون الخط اذا اعجبنا تغييره. ايضا الخط هنا، هذا الخط المستقيم او الخط الترند لاين، اذا شئنا ايضا هم ممكن تعديله وتعديل الوانه، جيد، زين. هنا الخطوط يجب احنا طبعا حتى نجد قيمه السي بي ار بموجب المواصفه يجب ان نقرا الاختراق عند 2.5 ملم وعند 5.1 ملم حتى نوجد قيمه السي بي ار. فاذا نقوم بادخال هنا هذا الخط المستقيم حتى نسقط، اوكي. هذا تقريبا هي منتصف المسافه بين الاثنين والثلاثة لمثل 2.5، اوكي. نقوم بالتسقيط مره اخرى، نضيف خط اخر عند هذه نقطة التقاطع، هذا راح يمثل هذا خط التقاطع. كذلك أيضا نقرأ التقاطع 5.1 اللي هو تقريبا هنا، أوكي، ثم نقوم بإضافة خط آخر على حتى يمثل التقاطع مع محور واي، وهكذا. بعد ذلك نقوم بالقراءة. طبعا هنا
القراءة قد تبدو غير دقيقة لأنه دا ننجزها بشكل سريع، لكنه حتى هنا أنا بس دا نبين كيفية عملية إضافة الإليمنتس والأجزاء إلى الرسم وكيفية تعديلها. أوكي؟ طبعا بعد الترتيب والتنسيق والتغيير والدقة راح يظهر الشيء بهذا الشكل. أوكي؟ هذا بالنسبة لستريس بينتريشن كيرف فور 10 بلوز للعشر ضربات. نقوم هنا بالتسقيط على 2.5 حتى نقرأ الستريس باستخدام طبعا باستخدام هذا الشكل حتى نجد قيمة الستريس عند اختراق 2.5 ملم. طبعا نقدر هنا نصغر ونكبر الكيرف من هنا حتى يكون أوضح. يعني احنا هنا ممكن إضافة حتى تكون عملية التحديد بدقة. جيد، هنا أنا أيضا القراءة عد قراءة الاختراق قراءة الستريس عد اختراق 5.1 وكانت النتيجة كالتالي. زين، at penetration 5.1 ملم the stress equal 0.755 ميجا باسكال، والاختراق وعند اختراق 2.5 كانت قيمة الستريس 0.455، حيث أنه يقع الاختراق البنتريشن يقع عنده على محور X، أما الستريس فهو على محور Y بوحدات الميجا باسكال. نفس العملية بنفس الإجراءات أيضا نذهب هنا نقوم بالتظليل ونضغط على Control. هنا بالنسبة للقالب 25 أيضا القالب 25 أيضا كليك أيمن أو نذهب إلى إنسيرت، من إنسيرت تختار Charts Scatter راح يظهر لنا هذا الشكل الثاني، وأيضا بعد ما نضيف الإليمنتس عليه نقول له Move Chart New Sheet ونكرر العملية وظهر لنا هذا الشارت الثاني، ونقدر نضيف عليه الإليمنتس ونعدل عليه بنفس الحالة وراح يظهر لنا بهذا الشكل. هذا راح يمثل Strain Curve للقالب اللي عدد ضرباته 25 ضربة لكل طبقة اللي هو كثافته أعلى، لهذا راح نلاحظ صعود بقيمة الستريس عند اختراق 5.1 وعند 2.5 قياسا بالقالب الأول، حيث عند اختراق 2.5 هنا عند القراءة 1.4 ميجا باسكال بينما كانت هنا 0.45 ميجا باسكال وهكذا. نكرر العملية بالنسبة للقالب الثالث ايضا الاختراق طبعا هو نفسه ثابت ما دا يتغير عدده بالقوالب، شنو اللي يتغير عدده؟ يتغير عدده بس الستريس. ايضا نقوم بالتظليل كذلك ستريس، نذهب الى انسيرت تشارتس، من تشارتس نضغط على سكتر وراح نضيف هذا الشكل الثالث موف تشارت اوكي نيو شيت. اوكي نضاف لنا هذا الشكل الثالث، طبعا راح نقدر من هنا نقدر نعدل الاكسس، نقدر نضيف اكسس على هذا، نضغط على هذا الزائد مرة أخرى، نضغط على الزائد نقدر هنا نضيف اكسس تايتلز، نقدر نضيف هنا الليجند، نقدر نضيف الترند لاين هذا الخط اللي ذكرناه قبل قليل، نضغط على الترند لاين نضغط عليه دبل كليك راح يظهر هنا، راح نقدر نغير عاد بولينوميال أو إلى أي المفروض بولينوميال أشوف الدرجة الساسة هي الأدق لأنه يمثل أفضل بيس فيتنج مور بين هذا النقاط، على اعتبار أنه الشكل النموذجي للعلاقة بين الستريس والسترين هو عبارة عن كيرف محدب إلى الأعلى. أوكي زين، عند اختراق عند عدد طرقات عفوا 56 طرقة يظهر هذا الشكل. طبعا راح يكون الستريس عند اختراق 5.1 ملم هو 3.8 ميجا باسكال، وعد اختراق 2.5 ملم راح يكون عندنا الستريس 2.83 وكما يظهر. اوكي نرجع الى الى البيانات الرئيسيه ونجمع معلوماتنا هنا، طبعا راح نجمع المعلومات هنا، احنا اخذنا القراءات. زين راح نلاحظ انه قيمه السي بي ار هي عباره عن نسبه مئويه، وبموجب المواصفه القيمة القياسية للاختراق عند 2.5 أو 0.1 من 0.1 بوحدات الإنش هي 6.9. الفحص ليش يسموه نسبة التحمل الكاليفورني؟ لأنه إحنا إيش دنقيس
قوة تحمل التربة قياسا بعينات كاليفورنيا القياسية. العينات القياسية كان الاختراق عند 2.5 يقرأ 6.9 وعند اختراق 5.1 يقرأ 10 ميجا باسكال. لذلك احنا ايش راح نقسم؟ راح نقسم القيم اللي حصلناها عند اختراق 2.5 على 6.9، ونقسم قيم الستريس اللي حصلناها عند اختراق 5.1 على اليمن على 10 ميجا باسكال، حتى نطلع النسبة المئوية اللي راح تمثل قيمة السي بي ار لكل قالب، اللي راح نستفاد من عندها في تعيين قيمة التحمل الكاليفورني للعينة ككل. جيد، فهنا راح نجيب، راح نروح هنا على اختراق 2.5 ايش قد قيمته؟ قيمته 0.45 ميجا باسكال. نرجع هنا نقسم 0.45، لاحظ هنا بهذا الجزء للفورمولا بار، زين حتى اشوفك المعادله اللي طالعه قيمه النتيجه مالتها هنا 0.45 تقسيم اللي هو الستريس عند 2.5 للعينه اللي فحصناها احنا على 6.9 اللي هي قيمه الستريس عند اختراق 2.5 لعينه كاليفورنيا القياسيه، ونضربها في 100 راح تطلع لنا قيمه السي بي ار عند اختراق 2.5 مل. فكانت النتيجه 6.5. اوكي، اما البنتريشن قيمه السي بي ار عند بنتريشن 5.1 احنا كانت عندنا بهذا الشكل هي 0.755. نذهب الى الداتا 700.55 اللي هي يمثل قيمه السي بي ار لنموذجنا اللي فحصناه عند اختراق 5.1 على قيمه الستر، عفوا يمثل قيمه الستريس عند اختراق 5.1 للعينه اللي فحصناها، نقسمها على 10 ميجا باسكال اللي تمثل قيمة الستريس اللي عند اختراق 5.1 لعينة كاليفورنيا القياسية، وراح تكون النتيجة 7.6. نكرر نفس العملية بالنسبة للقالب رقم 25 للقالب ذو الطرقات 25 وللطرقات 56، علما انه المواصفة تنص على انه القراءة قراءة السي بي ار عند اختراق 2.5 واختراق 5.1 المفروض تكون متقاربات. يعني نلاحظ هنا أن القيم غير متقاربة، هنا 6.5% وهنا 7.6%، القيم غير متقاربة، فتنص المواصفة على أن الفحص يجب أن يكرر، فعندك هذا القالب لابد أنه تعيد الفحص مالته. أوكي، ترجع تأخذ من نفس العينات لنفس المادة، عدت الفحص، كررت الفحص وطلعت نفس النتيجة، طلع أكو عدم تطابق بين القراءتين، ممكن تطلع القيم مختلفة قليلا على اعتبار انه مادة الحصى خابط. احنا هذه النتيجة هي لمادة الحصى خابط، لهذا قد تكون القيم كبيرة. اذا كانت تتعامل ويا فحص السي بي ار لعينات تربة راح تكون القراءات اقل. اوكي، كررت العملية وطلعت القراءات مختلفة، ما هو الاجراء؟ تأخذ القراءة عند اختراق 5.1 ملم. اوكي، الى هذا الحد وصلنا. اوكي، نرجع الى بقيه القراءات او البيانات المستخلصه. طبعا ذكرنا انه احنا لابد انه ناخذ حجم القالب، اي قالب؟ هاي القوالب اللي فحصنا بها، هذه القوالب، هذا حجم القالب لابد ان يكون معلوم. كل قالب من هذه القوالب الثلاث لابد ان تكون معلومه الحجم ومعلومه الوزن. اخذنا الاوزان، وزن القالب هذا حجم القالب volume of the mold. اوكي، وهذا هنا الماس اوف ذا مولد، وزن القالب ايضا معلوم، عفوا هنا بوحدات السنتيم مكعب حجم القالب. اوكي، وهذا وزن القالب مع العينه المطروقه. زين، هنا ما هو الاجراء اللي راح نتخذه؟ اولا احنا شو نريد؟ احنا اللي يهمنا هذا الجزء الاخضر بهذا الشريط، احنا نريد الكثافة الجافة للعينة المفحوصة حتى ناخذها ويا قيم السي بي ار اللي اوجدناها للقوالب حتى نرسم العلاقة ونستخرج قيمة السي بي ار. جيد، فهنا ايش راح نسوي؟ راح نطرح هذا الوزن اللي هو يمثل وزن العينة مع القالب، نطرح من وزن القالب، راح يطلع لنا هنا بهذا الجدول، راح يطلع لنا
راح يطلع لنا وزن العينة الصافي، نقوم بتقسيمه على الحجم راح يطلع لنا الكثافة الرطبة. أوكي؟ كثافة التربة الرطبة. جيد؟ عندنا الكثافة، عندنا عفوا محتوى الرطوبة، احنا أخذنا خلال عملية الفحص، وأنصحكم أن إخوان ترجعون إلى الفيديو وتشاهدون كافة التفاصيل المذكورة، فصلناها ووضحناها، وأي استفسار إضافي يعني جاهز لي الإجابة عليه بإذن الله تعالى في التعليقات. زين، أخذنا جزء من العينة رطب وبعدين جففناه في فرن التجفيف وأوجدنا محتوى الرطوبة. زين، بعد ما كيف راح نوجد محتوى الرطوبة؟ عندنا هذا الوزن الرطب وهذا الوزن الجاف، نقول له الوزن الرطب، عفوا هنا المفروض يكون الوزن الرطب، الوزن الرطب ناقص عن الوزن الجاف على الوزن الجاف في 100، هذه المعادلة معكوسة، يكون لأنه عادة الوزن الرطب يكون أكبر من الوزن الجاف، فحتى لا تكون العلاقة سالبة أو النتيجة سالبة، فالوزن الرطب ناقص الوزن الجاف على الوزن الجاف في 100 راح يطلع لنا هاي القيمة. كذلك الأمر بالنسبة لهذا الجزء أيضا، الوزن الرطب ناقص الوزن الجاف على الوزن الجاف في 100 راح يطلع لنا كنسبة مئوية أيضا هذا الجزء، ونكرر. زين، حتى نوجد هنا الدراي دنسيتي اوف ذا سويل، نطلع الكثافة الجافة للعينة. احنا هنا عندنا ايش طلعنا؟ طلعنا الكثافة الرطبة اللي كانت الوزن الرطب على حجم العينة. فشو راح نطلع الكثافة الجافة؟ الكثافة الجافة للعينة تمثل الكثافة الرطبة على محتوى الرطوبة، يعني خلينا نقول هسه هذه كثافة الرطبة هنا. زين، تقسيم محتوى الرطوبة، ايش قد محتوى الرطوبة؟ 5. ف 1.989 هنا الكثافة الرطبة، محتوى الرطوبة هنا 5 على 100 زائد 1 راح يطلع لنا هذه القيمة. هنا 2.132 على 5 على 100 زائد 1 راح تطلع لنا هنا الكثافة الجافة للعينة للقالب اللي عدد طرقاته 25 طرقة لكل طبقة، وبالنسبة للقالب اللي عدد طرقاته 56 لكل طرقة بنفس الحالة أيضا 2.327 على محتوى رطوبة 5.1 على 100 زائد 1 راح تطلع لنا الكثافة الجافة لهذا القالب اعتمادا على هذه العلاقة الرياضية. إذن إيش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندنا هنا الدراي دنسيتي اللي طلعناها من هذه العلاقة، هذا الخط الأخضر، خلينا نصغر الشاشة، هاي هي الدراي دنسيتي، هذا هو نفس هذا الجدول. أوكي، كبر الليل. هذا الجدول هو نفس هذا، حتى إذا نسوي هايد. أوكي، هذا هو نفسه، هذا لاحظ الدراي دنسيتي اللي حتى الاستفادة من هذه العلاقة. ذكرنا هنا أنه بما أنه القيم مختلفة لقيم السي بي آر، إذا سوف يتم أخذ قيمة السي بي آر عند اختراق 5.1، وين راح نستفاد من عندها العلاقة؟ هنا راح نجي هسه شريد هذا الشكل النهائي اللي راح نستفاد من عنده في عملية الرسم. جيد، اذا راح نجي نرسم بين الدراي دنسيتي وبين السي بي ار فاليوز لكل قالب. اوكي، راح نظلل كليك ايسر، ظللنا هذا الجزء، راح نروح على انسيرت حتى نرسم التشارت، راح نذهب الى السكتر ايضا نختار السكتر. زين، بموجب طبعا الشكل المحتمل، هسه احنا ما نعرف ما هو الشكل المحتمل لرسم العلاقه بين الدراي دنسيتي والسي بي ار فاليوز. اوكي، طبعا الشكل المحتمل واحد من ثلاثة اشكال، يا اما يكون عبارة عن خط مستقيم، يا اما يكون عبارة عن كيرف مقعر الى الاسفل، او يكون كيرف مقعر الى الاعلى، كيرف محدب الى الاعلى، فواحد من ثلاثة من هذه الاشكال الثلاثة. زين، نجي هنا نروح على علامة الزائد، نضغط عليها راح تطلع لنا عدة اختيارات من عندها الترند لاين. نجي هنا نضغط على الترند لاين اللي راح يرسم لنا عبارة عن خط مستقيم، نلاحظ انه الخط المستقيم هنا ما مر بهذه النقطة. زين، اذا بما انه بعيد عن هذه النقطة، اذا قيمة الار سكوير راح نضغط دبل كليك حتى نشوف قيمة الار سكوير، ديسبلاي ار سكوير فاليو. طبعا نلاحظ انه هنا قيمة الار سكوير، طبعا نقدر ايضا هنا هم نغير حتى تكون اكثر واكثر وضوحا. زين،
نرجع للترند لاين دبل كليك زين، نضغط على البولينوميال. نلاحظ الار سكوير صار واحد، طبعا معادله بالدرجه الثانيه. ايضا حتى ننقل الحركه لصفحه جديده، كليك ايمن موف تشارت نيو شيت اوكي. ظهر لنا هنا بشكل كيرف الار سكوير يساوي واحد، هو اعلى دقه ممكنه. طبعا هنا ممكن التنسيق ايضا، ممكن انه نضيف عنوان، ممكن نضيف هنا تايتلز للمحاور، ممكن نضيف الداتا ليبلز، ممكن نضيف ليجند اوكي وهكذا. بعد التنسيق والترتيب اللي راح تستغرق وقت اوكي راح يظهر لنا بهذا الشكل اوكي زين. تبقى بس ملاحظة، احنا ذكرنا هنا انه الكثافة الجافة العظمى يجب ان تعطى. احنا هنا 3 معلومات ذكرناها، نستفاد من محتوى الرطوبة لانه المفروض انه احنا العينات من نخلطها عد محتوى الرطوبة المثلى. فالمفروض انه قبل عملية فحص السي بي ار لابد انه ننجز فحص بروكتر على عينات التربة او على عينات الحصى الخابط حتى نجد الكثافة الجافة العظمى ونجد محتوى الرطوبة المثلى اللي عندها راح نخلط نضيف الماء لكل العينات اللي راح ننجز عليها فحص السي بي ار. فنلاحظ انه هنا القيم المفروض تكون محتوى الرطوبة، القيم يا اما تكون مطابقة او قريبة على محتوى الرطوبة المثلى، والا يكون الفحص غير دقيق. زين، استفادينا من هذه المعلومة الثانية انه قسمنا طلعنا البستن اريا انه استخدمنا في حساب الستريس اوكي. لكن من ماذا سوف نستفيد من الكثافه الجافه العظمى الماكسيمم دراي دنسيتي؟ طبعا هنا الفحص وش طالب عندنا؟ طالب عندنا قيمه السي بي ار عند 95% من الكثافه. خلينا نكبر هنا فحص السي بي ار ايش طالب من عندنا؟ طالب من عندنا انه نجري فحص السي بي ار عند 95% عند 95% من الكثافة الجافة العظمى ماشي. فنروح هنا لابد حتى نطلع الكثافة. احنا ايش رسمنا بين الدراي دنسيتي، هنا العلاقة مالتنا رسمنا بين الدراي دنسيتي وبين السي بي ار فاليوز جيد. فنروح نطلع 95%، نقول له 95% 95 على 100 في 2.18 اللي هي هاي اوكي، اللي هي تمثل الكثافه الجافه العظمى. ايش قد راح تكون قيمتها؟ راح تكون قيمتها 2.11. فنروح على الكيرف مالتنا، احنا رسمنا الكيرف بين الدراي دنسيتي هنا، هاي الدراي دنسيتي وهاي السوكت سي بي ار اوكي. فاذا راح يكون على محور اكس هو الدراي دنسيتي، وعلى محور واي هو قيم السي بي ار اللي رسمنا بيناتهم هاي الثلاث نقاط جيد. فراح نسقط عند 2.11 اللي هو يمثل هذا. نجي كملنا التسقيط من محور اكس على الكيرف، بعد ذلك راح نشوف وين راح يسقط على محور واي، راح يسقط على 29%. اذا قيمه السي بي ار عد اختراق عد كثافه 95% من الكثافه الجافه العظمى سوف تساوي 29 اوكي. عد هذا الحد خلصت عملية الحسابات. أرجو أن يكون الشرح كافي ووافي ومفصل، وفي حال كان هناك أي أسئلة أو استفسارات فأنا حاضر بإذن الله. مع نصيحتي لكم بالاطلاع على المواصفات الأمريكية التي أجري الفحص بموجبها، وهي المواصفة الأمريكية STMD 1883، علما أنه مواصفة الآشتو هي قريبة جدا على المواصفة الأمريكية STMD 1883. أكرر أنه أنصحكم بمتابعة الفيديو أكثر من مرة. الخطوات قد تبدو طويلة ومعقدة بالبداية، لكنه بتكرار المراجعة وإجراء الحسابات والاطلاع على المواصفة بإذن الله تعالى ستكون كل هذه التفاصيل واضحة كوضوح الشمس. أنا علي عبد الأمير أحييكم، مع السلامة.